صفر في هذه المواجهة. دفاع اللي ما شفناه لنا فترة، ظهوره كان جدا قليل، فهذا الشيء الآن قاعد نشوفه مستمر والله قاعد يدافعون بشكل كبير. الشيء الغريب اللي أنا أفتقده صراحة هو وجود روس في الهجوم. يا ساتر يا أحمد يا سلام، سهلة سهلة جدا هذه، ما هو شيء غريب، يا عيني عليك ما هو غريب جدا على اللاعب أحمد. شوف الدبل زي ما عودنا دائما، هذه لعبته الدبل، لعبة أحمد تحس إنه شيء يسويه كل يوم، ما هو غريب أبدا في كل البطولات بالضبط، فكلهم متوقع.